الحمد لله رب العالمين يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم لا تحوجنا الا اليك ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعن شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل يومنا خيرا من امسنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا. واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسألك الثبات على الأمر. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم قنا شر خلق. اللهم قنا شر خلق. اللهم قنا شر خلق. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارتب بنا فيما ترد به المقادير إنك على كل شيء قدير. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة أعماله: يا رب لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موته؟ فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى: أقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وكبراني وهلداني ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. إلهنا إلهنا لقد مات عبدك مات عبدك أدرج في أكفان الخضر وجوى غصن الشباب وكسفت الشمس العمر وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله إلا الله ذو العزة والجبروت. إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر
ان طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وان طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، فلا بد من دخول القبر. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت مقدار، الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك الى الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا، وان هتروا هفوه فالرب غفار. الملكان اللذان كانا يكتبان لك الاعمال بعدما تنام في قبرك، ويسوى عليك التراب يا ابن التراب، يسوى عليك التراب يا ابن التراب. يقول الملكان اللذان كانا موكلين بك يا ربنا، لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موته؟ فانظر ماذا يقول الملك، انظر ماذا يقول الديان. يقول للملكين الكاتبين: اقيما على قبر عبدي وسبحاني، اي قولا سبحان الله، واحمداني اي قولا الحمد لله، وكبراني اي قولا الله اكبر، وهللاني اي قولا لا اله الا الله. ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي من التواب. من الرحيم؟ من الملك؟ من المالك؟ من المليك؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقصد؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من الرحمن؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من المحصي؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الرحيم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الشهيد؟ من الجامع؟ من المانع؟ من الباعث؟ من الكليل؟ من الجليل؟ من الرقيق؟ من الملك؟ من القدوس؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من القهار؟ من القهار؟ من القهار؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ إلهي 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بك استجير بك استجير ومن يجير سواك بك استجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك ايدركني ضيم وانت ذخيرتي الهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري إلهي إلهي
بك استجير بك استجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الانسانية والكمال والجلال والجمال هو البر هو الرحمة هو الخير هو نبي العالمين اسمع الى سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وهو يقول صاحب المعروف لا يقع واذا وقع وجد متكا سيدي سيدي يا نبي الرحمة يا نبي الخلق يا معلم البشرية الخير أعد الحديث على أسماعنا إيه يا رسول الله صاحب المعروف لا يقع واذا وقع وجد متكئا ازرع جميلا ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع اسمع الى قول سيد المرسلين اسمع الى حبيب رب العالمين وهو يقول اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله ان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت اهله اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله ان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت اهله سيدي انا القاسم يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما نحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة دخلت المسجد صبيحة هذا اليوم فسألت عن حمامة المسجد اين هي فقالوا لقد كانت هنا بالامس وسألت في اي اوقات الصلاة حضرت قالوا حضرت وقت العصر قلت فهل صلت حمامة المسجد العصر قالوا انها حضرت ولم تصلي انما حضرت ليصلى عليها اتدرون من حمامة هذا المسجد
إنه رجل من فقراء المسلمين كان دائما يجلس في الصف الأول، كان أسمر الوجه لكنه كان أبيض القلب، وكنتم تسمعون صوته الشدي الرفيع يصيح بصلوا على رسول الله، ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو داخل هذا المسجد. سألت عن الحمامة أين هي؟ قالوا إنها صارت. قلت وإلى أين صارت؟ قالوا إلى حيث تصير الأرواح، صارت إلى الديار الآخرة بعدما بنت لها عشا في هذا المسجد جلساؤه الملائكة، بعدما بنت لها عشا من الملائكة. أيها السادة الأعزاء، إني أعشق الوفاء، إني أحب الوفاء، الوفاء في دمي وفي عظمي وفي عيني وفي سمعي وفي لساني وفي قلبي، ولذلك رأيت من الوفاء أن أقدم هدية إلى الأخ الفقير الذي مات بالأمس، الأخ صالح سليمان، الشيخ صالح سليمان لقد مات بالأمس وشيع إلى مثواه الأخير، وأنا ما زلت أسمع صوته يرن في أذني بالصلاة على رسول الله. يا صالح يا صالح ابن سليمان، اسمح لي أن أقدم لك هذه الهدية من رسول الله. ومع الدرس 55 بعد 130، إنني كأني أنظر إلى روحك يا صالح ترفرف على رأسي، ترفرف على هذا المكان الطاهر وهذه البقعة المباركة. والله يا سادة الكرام، ما صعدت المنبر ذات يوم إلا وأنا في طريقي إلى المنبر أحني رأسي عليه وأقول له: يا سيدي لا تنسني من دعائي. ولقد صعدت المنبر اليوم دون أن ألتمس منه الدعاء، فأسأل الله أن يثبت قدمي في هذا المكان. سألت عن حمامة المسجد أين صارت؟ فقالوا: طارت إلى الديار الآخرة. لا تركلن إلى القصور الفاخرة، وارقض عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا ربي إن العيش عيش الآخرة. يا صالح ابن سليمان، اسمح لي وانت هناك وعلى مقامك في عالم البرزخ، اسمح لي ان اخاطبك من هذا المكان بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابتا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم، صالح، هذا حديث رسول الله، اهديه اليك وقد قضيت ليلة الجمعة الماضية في قبره، واسمح لي يا سيدي، اسمح لي ان اطوف حول قبرك لاجعل من هذا الحديث باقة عبقة اهديها الى روحك الطاهر، فلقد عرفتك محبا في الحبيب وانا احب محب الحبيب، ايها الاخوة الافاضل، مع هذا الحديث وانواره ومع هذه النجفة المحمدية واطوائها اطوف طواف نسيم الفجر عندما يحمل في ثناياه قطرات الندى معطرة باريج الجنة، اطوف طوافا سريعا طوافا سريعا، فإن ساعات العمر لا تكفي لأن أقف أمام محراب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويلجم بعض الناس بعرقهم ويتمنى العباد ان ينفض هذا الموقف ولو ادى بهم الى جهنم، فجهنم قد يكون فيها الراحة عن هذا الموقف المحتدم، لكن الله تعالى ينادي على 7 انواع من البشر، اين الامام العادل؟ وليس الامام هو حاكما او ملكا فحسب، ليس المقصود بالامام هنا حاكما او رئيسا او ملكا، انما الامام هنا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من ولي امر 10 من الناس، من كانت له ولاية ورئاسة على 10 من عباد الله، جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجور. 10، لو كنت واليا على 10 فانت مسؤول امام الله عن هؤلاء 10، ان احسنت معاملتهم فكت قيودك يوم القيامة، وان اسرت الى واحد من 10 تظل القيود والاغلال الى ان يدخل ذلك المسؤول نار جهنم. 10، بل ان هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة في قطة حبستها، لم تحول اوراقها الى المفتي وتحكم عليها بالاعدام، انما حبستها، لم تقتلها ولم تمتها، انما حبستها
حبستها، لم تصدر محكمة أمن الدولة حكما بالإعدام كما أعدمت الموحدين في مصر. وحسابهم على الله، حسابهم على الله. لم تدعها في السجن الحربي ولا في معتقل القلعة ولا في أبي زعفر ولا في قرى ولا في غير ذلك من قطع جهنم في مصر، إنما حبستها، لم تعلقها في السلاسل، لم تعلقها من رجليها، لم تنفخها بالمناثر، لم تقويها بأعقاب السجائر، لم تسلط عليها الصدمات الكهربائية. أقسم بالله لقد سمعت من أحد الصالحين أنه قد ألقي القبض على عبد من عباد الله في سنة 1965 ووقف أمام الجلاد، فقال له الجلاد: ماذا تريد من الطعام والشراب؟ قال له: إنني صائم لله. أتدرون ماذا فعل الجلاد بالصائم في السجن الحربي؟ أقسم بالله، خلع ثيابه، خلع الجلاد ثياب نفسه وأخرج ذكره ووضعه في فم الصائم وبال في فم الصائم، بال في فم الصائم. هكذا حكمت مصر، وهكذا تمر بنا الايام، وهكذا يحكم الطعام الظالمون. الجلاد يبول في فم الصائم، يبول البول النجس في فم صائم طاهر لسانه يردد لا اله الا الله. امراه دخلت النار في هرة، لماذا حبستها؟ لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، حتى ماتت الهرة جوعا. فالامام العادل هو كل من ولي من امر المسلمين شيئا ووضع الحق في نصابه. كان عمر بن الخطاب له نشيد قبل ان ينام، عندما يضع رأسه على الوسادة كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ويوم طعن عمر بالخنجر المسموم وحمل الى بيته وخر الحملاق العظيم يسيل دمه، يسيل دمه ويزمجر زمجرة الليوت في بطون الغاب، ونام في بيته والدماء تسيل منه مدرارا ومغزارا ومكسارا. قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع رأسي على الارض وارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الارض لعل الله ان يطلع علي فارحمني. ارحمني عمر. عمر وضع رأسه على الارض. عمر بن الخطاب الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، ورأى النبي له رؤيا عجيبة وعظيمة وجليلة ونبيلة وكريمة. قال له: يا عمر، بينما انا نائم اذ رأيت قصرا من قصور الجنة وامامه حورية تتوضأ، فسألتها: قصر من هذا؟ فقالت: قصر عمر بن الخطاب وانا احدى زوجاته في الجنة.
قال الحبيب المصطفى: فلما علمت انها احدى زوجاتك يا عمر وليت وجهي عنها ولم انظر اليها خشية ان تغار علي يا عمر. يا ادب المصطفى، يا ادب المصطفى، وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي. قال عمر: عليك أغار يا رسول الله. إمام عادل شاب نشا في عبادة الله تعالى، واعلم يا ابن آدم أنك ستقف أمام الحاكم العادل في ساحة القضاء يوم القيامة، وسأسألك العلي الأعلى أربعة أسئلة. إليك هذه الأسئلة الأربعة لتحضر الإجابة عنها أمام الواحد. شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه. شباب وعمر ومال وعلم، اسمع معي، اسمع معي الى ما قاله رب العالمين في الحديث القدسي الجليل: إذا بلغ عبدي 40 سنة، أي في طاعة الله، كفيته شر البلايا الثلاث: الجنون والجزام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا، فإذا بلغ 60 سنة حققت اليه الانابة اليه، فاذا بلغ 70 سنة احببته للملائكة، فاذا بلغ 80 سنة نودي من السماء: هذا اسير الله في ارضه وشفع يوم القيامة. فاذا بلغ 90 سنة كتبت له حسناته وكفرت عنه سيئاته، فاذا بلغ ارسل عمر كفرت له مثل ما كان يعمله في صحته من الحسنات، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك محوتها عنه حتى يلقاني كيوم ولدته امه. هذه درجات الله للعاملين، للمنخرطين في سلك الطاعة. ان الذين ينخرطون في سلك العسكرية يتسلقون الدرجات من جندي الى عريف الى رقيب الى رقيب اول الى مساعد الى مساعد اول الى ملازم الى ملازم اول الى نقيب الى رائد الى مقدم الى عقيد فعميد فلواء ففريق كفريق اولى فمشير فقبر فجود فتراب ففناء ولا بقاء الا للواحد الديان. اما جيش الرحمن
أما جيش الرحمن 40 عاما في طاعة الله يكفيك الله الجنون والجزام والطرف، 50 عاما في جيش الله تحاسب الحساب اليسير يوم القيامة. أتدرون ما الحساب اليسير؟ عندما تخرج من قبرك تنزل عليك صحيفة أعمالك فتتلقاها بيمينك فتنظر الملائكة فيها فيقولون لك هنيئا لك الجنة. حتى العبد إذا أساء وأذنب وتاب واستغفر الله ينادي عليه يوم القيامة، وعندما يأتي إلى الله يرخي الله ستره وكنفه عليه ويسأله بينه وبينه بعيدا عن عيون العباد ويقول له عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا، فيقول العبد نعم يا ربي، فيقول له الله غفرت لك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك يوم القيامة، فأخذ كتابه بيمينه وأدخل الجنة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإذا برجل يأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الحبيب: فماذا عددت لها؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما عددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب: يا هذا أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا هو العمل المشوب بالإخلاص. كانت أم المؤمنين عائشة عليها من الله سحائب الرحمة وشاديب المغفرة تضع الدرهم في المسك قبل أن تضعه في يد المسكين، تضعه في المسك أولا، ولذلك سميت عائشة بأم الطيب. أم الطيب أي التي تطيب دراهم الصدقة قبل أن تتصدق بها. وسألوها: يا أم المؤمنين لم تمسكين دراهم الصدقة؟ فكانت تقول: لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. أضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. وكانت اذا تصدقت فدعا الفقير لها كانت ترد على دعوة الفقير بدعوة مماثلة لها. كان الفقير اذا قال لها
بارك الله فيك يا ام المؤمنين. قالت ترد عليه قائلة وبارك الله فيك يا اخي. فكانوا يقولون لها لم تردين على دعوة الفقير بمثلها. فكانت ام المؤمنين تقول حتى تكون دعوتي مقابل دعوته وتظل الصدقة خالصة لوجه الله رب العالمين. خالصة لوجه الله رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ايها السادة الاعزاء، انا ما زلت حتى الان اخاطب روح اخي الفقير الى الله. معشر الاخوة، وبقيت لنا ثلاثة مواقف حتى لا يضيع الطريق من تحت قدمي. اعود بكم من هنالك من عند رسول الله الى هناك حيث قبر العبد الصالح الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى انما على رحمة مهداة. ايها الاخوة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وناتي على المشهد الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، قال اني اخاف الله، وهذا هو اشد المواقف كلها. الاغراء وسلاح النساء والثبات على طاعة الله. وهذا يذكرنا بموقف نبي الله يوسف ابن يعقوب عندما غلقت زليخاء الابواب وكان عندها صنم تعبده داخل حجرتها، فقامت وغطت الصنم فقال لها يوسف ماذا تفعلين؟ قالت اغطي هذا حتى لا يراني، وانا استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. فقال لها يوسف عجبا لك يا زليخا، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير؟ تستحين، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير؟ وتلفت يوسف حواليه، لم يجد الا ابوابا غلقت بسلاسل من حديد. لا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه.
وبدأت المراودة. والمراودة عبارة عن طلب فيه رفق ورقة. قالت المرأة ذات الدلال والإغراء والسحر والفتنة: ما أجمل عينيك يا يوسف، أتدرون ماذا قال لها الصديق يوسف؟ قال لها: هما أول ما يسيل مني بعد الموت. ما أجمل شعرك. قال لها: أول ما يتساقط مني بعد الموت. ما أجمل جسمك. أول ما يأكله الدود بعد الموت. هيت لك، هيت لك، أقبل علي، هيت لك، أقبل علي. قال: ماذا، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ماذا، ثم ماذا بعد هذا؟ همت به ضربا، ولقد همت به ضربا. وليس في القرآن الكريم كله هم بمعنى الهم الجنسي. قال تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهموا بما لم ينالوا. فالهم معناه حديث النفس الذي لم يصل إلى حد العزم والتصميم. لما تعبت عليها ولما لم تلن قناته لها، نزلت من برجها العاجي، وهي من هي؟ الحسيبة، الحسيبة ذات المكانة العالية، تنزل من برجها ومن علياء سمائها، وتتمرع امام قدمي عبد مملوك لها، وتتوسل اليه، وتتقرب بين يديه: هيت لك. فيقول لها: معاذ الله، معاذ الله، ألجأ إلى الله، ألوذ بجناب الله، أحتمي بحمى الله، أفر إلى الله، أتضرع إلى الله، أتوسل بالله، أعوذ بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيت لك، اقبل علي، الابواب غلقة، وقد هيأت نفسي، والوقت يمضي، وعما قليل يأتي العزيز، يأتي العزيز حيث لا عزيز إلا الله. هيت لك يا يوسف، يقول لها معاذ الله. فماذا تفعل؟ إنها في حالة اضطراب، تعاني توترا جنسيا، والجنس من التوافع الفطرية، مثله كمثل الأكل والشرب والنوم والإخراج. فماذا تفعل؟ سيدة لها مكانتها، ولها عنفوانها، ولها ثورتها، ولها ثورجانها، إنها في بيت العزيز، والعبد متمرد على طاعتها.
تعطف الى نفسها وهي السيدة المصونة والجوهرة المقمولة، تعطف الى عرضها، تعطف الى نفسها، تتأبى عليها وتمرد على اوامرها وحطم كبرياءها وقال لها معاذ الله. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا بد ان تعلمه الادب. همت بضربه ورفعت يدها لتلطمه على وجهه، فهم بها دفاعا عن نفسه، لو ضربتني فسوف اعلمك الادب. وبينما الموقف هكذا محتجب، هي تريد ضربه وهو يدافع عن نفسه، اذا بالابواب كلها تفتح بقدرة من لا يغفل ولا ينام. الابواب، الابواب لا باب واحد، انها ابواب، انها ابواب غلقتها لا اغلقتها. وهناك فرق بين غلقت واغلقت، لو انها اغلقت لكان الباب يرد ردا، لكان الباب يرد ردا. اما غلقت فمعنى ذلك انها احكمت الاغلاق، احكمت التغليق والارتاج حتى لا يتمكن يوسف من الخروج ولا يتمكن غيره من الدخول. لكنها نسيت ان في السماء مملكة، نسيت ان هناك ملكا يقول للشيء قم فيكون، نسيت ان هناك إلها. إذا قال له العبد يا رب رد عليه قائلا لبيك يا عبدي لبيك ثم لبيك، نسيت هذا. ومن نسي الله فقد نسي كل شيء. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. فتحت الابواب وهذا برهان ربه، ان تفتح الابواب بدون عمل عامل. وراى يوسف الابواب مفتحة فولى على جناح السرعة ليخرج من هذا الجو الكئيب المتأكد الخانق، جو المعصية. انه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. اسمعوا، وهل يكون ذلك الامر بالعقل؟ هل هناك رجل يدعو امرأة لنفسه فتأبى عليه؟ نعم. يقول الامام مالك بن دينار رضي الله عنه، كان بجانبي رجل حداد، كان بجوار بيتي رجل حداد،
كان يمسك جمر النار بيديه كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير دون أن تحترق يده، وكان يمسك بالحديد المحمي الملتهب فلا تتوخر يده. فسألته: ما هذه الظاهرة العجيبة؟ كيف لا تحرق النار جسدك؟ فقال له: يا إمامنا، إن أردت أن تقف على حقيقة هذا الأمر، كانت لي جارة جميلة وكنت أريد أن أحبك بعرضها. حضرت إلي ذات يوم تطلب مني مالا لتقضي به حاجات أولادها، فقلت لها: لا أعطيك المال إلا إذا مكنتني من نفسك. فقالت لي: يا عبد الله، اتق الله وفك كربي. فصممت على هذا، ولما لم تجد عند غيري ما يفك كربها سلمت نفسها إلي. فلما خلوت بها قالت لي: يا عبد الله، أغلق الأبواب. قلت لها: لقد أغلقتها. قالت له: لقد بقي باب واحد لم تغلق. قال: لقد أغلقته. قالت: لقد بقي باب واحد لم تغلقه، ولم تستطيع أن تغلقه فأغلقه. إيمان، رؤية صحيحة لله. إيمان، إيمان، إيمان راسخ، إيمان راسخ. هذه امرأة تقول لأحد الرجال: إن هناك بابا لم تغلقه ولم تستطيع أن تغلقه. قال لها: باب من؟ قالت له: باب الله. قال الرجل: فشعرت ببرد السكينة في قلبي، فبكيت وقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ابتغاء مرضات الله، إلا أنني أسألك سؤالا واحدا، أسألك دعوة صالحة تتوجهين بها إلى الله. فقالت المرأة: اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والآخرة، اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والآخرة. ولذلك فقد نفعني الله بدعوتها في الدنيا، فأنا أمسك النار بيدي وأرجو أن تنفعني دعوتها في الآخرة، أرجو أن تنفعني دعوتها في الآخرة. أيها الإخوة الأعزاء، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مشغول بالمساجد، كأخينا صالح سليمان الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو في هذا المسجد. عرفته من سنة 64 أيام عملت في هذا المسجد، فكان لا تغادره تكبيرة الإحرام، وكان رجلا زكاء، رجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه من الدمع. فصالح هذا من احد اصحاب العيون
عينان لا تمسهما النار، عين بقت من جلال الله وعين باقت تحرص في سبيل الله. أيها السادة الأعزاء، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم، أتوجه بهذا الحديث الشريف إلى روح ذلك الرجل الذي ودعنا بالأمس. فروح هذا العبد الصالح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم أستر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. ربنا بيقول إذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا أبرأته ولا ذنب له، وإذا توفيته فإلى رحمته. أما الواحد ابتلى بمرض ولما الناس تروح تزوره ازاي الصحة يقول لهم الحمد لله اللهم لك الحمد، وما يشتكيش الله الى عباده، ربنا يبدل لحم خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا برئ وشكي محى الله عنه الذنوب، واذا توفاه الله فتح له ابواب رحمته. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفن ابراهيم وبكى عمر، بتبكي ليه يا عمر؟ قال له يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثله؟ من اللي اجاب على هذا السؤال؟ اللي اجاب على هذا السؤال مولانا تبارك وتعالى، نزل الامين جبريل بالآية الكريمة، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا سلام، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن اول ما يسأل من ربك يقول لا اله الا الله، من الرجل المبعوث فيكم يقول له محمد رسول الله، ما دينك؟ الاسلام، فيفتح له مقعده من الجنة. اما الفاجر من ربك يقول لا ادري، ما دينك؟ لا ادري، من الرجل المبعوث فيكم؟ لا ادري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويفتح له مقعده من النار. امال ايه؟ امال لو انت بلك المقبرة عبارة عن شوية تراب وشوية احجار، ظاهرها التراب والاحجار ولكن في باطنها الثواب والعقاب. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع اصحابه ذات يوم قال لاصحابه ان رجلا اراه الان في قبره قد اشتعل قبره عليه نارا. اسمع ليه عشان ناخد بالنا قبل ما ندخل اللجنة، قبل ما ندخل الامتحان. النبي يقول ذكر العلوم ده ايه؟ عشان تنجون من عذاب القبور.
ايه الراجل تماله القطر اشتعل عليه نار ليه؟ قال لك لانه دخل الصلاة ذات يوم بغير وضوء. وحد وحد لا اله الا الله. صلى في يوم من الايام صلى فريضة بغير وضوء. اجوا بعدين الناس قالوا يلا نقوم نصلي مع اصحابه. فيستحن يقول اهو متوضا معنا كلهم متوضيين يا حاجه قوم صلي. هو حتى عارف انت متوضي ولا لا؟ فتعمد ان يصلي بغير وضوء. فاذا كان اللي بيصلي من غير وضوء بيعذب في قبره، امال اللي ما بيصليش خالص يعمل ايه؟ حاجه مسؤوليه خطيره. اللي هو ما بيعرفش الصلاة خالص بيعمل ايه بقى؟ اذا كان اللي صلى بس بغير وضوء اشتعل عليه قبره نارا. نارا اشتعل عليه قبره نارا. امال بقى البيوت التي لا تعرف الصلاة. البيوت التي لا تعرف ذكر الله. ده سيدنا الحسن رضي الله عنه كان يقول من اراد ان ينادي الله فليدخل الصلاة، ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ القرآن. اتوحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. وحد لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على حبيب الله. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللي عايز ينادي الله، اللي عايز يكلم الله يدخل الصلاة. اللي عايز ربنا يكلمه يقرأ القرآن. النهاردة فين البيوت اللي بتقرأ القرآن؟ وفين البيوت اللي بتقيم الصلاة؟ امبارح يقدموا لك السوداء رقم 13. مش عارف بقى ايه حكاية السوداء رقم، عايزين الناس تتجوز 13 واحدة. يعني لا مؤاخذة ادمن الاخلاق وانحلال وانحطاط خلقي وفساد وصرف الناس عن توحيد الله وصرف الناس عن معرفة الله. مش عارف بقى تبقى الاخلاق المقصود بها ايه؟ يعني الناس اللي بتصلي يقول لك رجعي، اللي مرقي بقلوه يقول لك ده متزمت، اللي مرقيه رصاه مش عارف دي مراجعيه متاخر. امال تبقى الاخلاق ايه؟ هو اللي قال لي الكلام ده مين؟ ده اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى. ما توحد الله ولا اله الا الله. ده مره واحده جاي لسيدنا محمد بنساله سؤال ابوها جايبها وجاي للنبي، بيقول له بنتي دي كل ما يجيها واحد مش عايزة تتجوز. النبي سأل لماذا لا تتزوجين؟ قالت له حتى اعلم ما حق الرجل على زوجته. يا سلام. خد بالك قبل ما تتجوز عايزة تعرف من النبي ايه حق الراجل على امراض. عشان لما تتجوز تبقى تطيع الله وتعرف حقوق الراجل على امراض. فسيدنا النبي قال لها لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. سيدة عائشة هي بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له اي الرجال اعظم حقا على المرأة؟ يعني مين الراجل رقم واحد في حياة المرأة؟ قال لها زوجها. اول واحد يجب ان يطاع وتعرف حقوقه زوجها. قالت فاي النساء اعظم حقا على الرجل؟ هي بلها من النبي حيقول لها مراته زي ما قال جثه يقول مراته، انما النبي قال لها امه. اول راجل في الكشف الزوج، واول امرأة في الكشف الام. الام. ولذلك سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام اسمع معايا كده ورتب لسانك بذكر الله وقل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على حبيب الله.
عشان تعرف النبي كان حكيم لما بيقول امه، يعني الام مقدمة على الزوج مهما كانت الحال. سيدنا موسى بيقول يا رب اريد ان ارى رفيقي في الجنة. انا عايز اشوف الرفيق، ما هو لكل نبي رفيق في الجنة. انت عارف الرفيق بتاع النبي محمد في الجنة مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. قال له يا عثمان ان لكل قوم رفيقا وانت رفيقي في الجنة. سيدنا النبي محمد بيبين ان الام مكانة لا تداميها ولو كانت كافرة. ولو كانت الام كافرة برضه يجب الاعتراف بحقوقها. موسى بيقول يا رب اريد ان اعرف من رفيقي في الجنة. فربنا قال له يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا المكان سيكون رفيقك في الجنة. سيدنا موسى واقف لا واحد فايت عليه، ادي اول واحد يفوت عليه. فسيدنا موسى كانه ماشي وراه لغاية الراجل ما دخل بيت متواضع وطلع حتتين لحمة من كده ملفوفين وقعد سواهم، وامام سيدة عجوز قدم لها اللحمة، ثم بعد ذلك انصرف من عندها. فسيدنا موسى بيسأله بيقول له من تكون هذه؟ قال له انها امي. ما يعرفش اللي بيسأله سيدنا موسى، ما بيعرفش اللي بيسأل موسى. قال له فماذا تدعو الله لك؟ هي بتدعي لك بايه؟ لما تقوم على ختمتها بتدعي لك ولا لا؟ قال له يا اخي انها لا تدعو لي الا دعوة واحدة، كلما قدمت لها طعاما او شرابا او خدمتها قالت لله اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. يا سلام، اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران.